تمكن رجال الحموشي بالسد القضائي بمدينة أحفير بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح يوم الأربعاء 18 مايو 2022، من حجز قرابة 9000 قرص من مخدر الإكستازي وتوقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المؤثرات العقلية نحو المغرب. وأورد بلاغ لمديرية الأمن أن الأبحاث والتدخلات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الأول بالسد القضائي بمدينة أحفيرة، وهو في حالة تلبس بحيازة 9000 قرص من مخدر الإكستازي كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة رباعية الدفع قادمة من شمال المغرب تحمل ترقيما مغربيا، بينما جرى توقيف المشتبه فيه الثاني بدوار شليحة بمنطقة بن درار. وأضاف البلاغ أن الأبحاث المتواصلة في هذه القضية أسفرت أيضا عن توقيف المشتبه به الرئيسي، وهو مواطن جزائري مقيم بطريقة غير نظامية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في عمليات التهريب الدولي للشحنات المخدرة المحجوزة. وقد أسفرت عملية التفتيش التي بشرتها الشرطة القضائية من ضبط الشحنات المحجوزة من مخدر الإكستازي علاوة على سيارتين إحداهما رباعية الدفع ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 205600 درهم يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وأكد توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتندرج هذه العملية في سياق الاستراتيجية الأمنية الشاملة ذات البعد الاستباقية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لرصد ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، لا سيما تلك المتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من أجل قطع الطريق أمام هذه الشبكات الإجرامية ذات الارتباطات الخارجية والتي تنشط بشكل موازن في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر. كان معكم في التعليق مصطفى الدوزي، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.